طالع بتاريخ هاشم لم تدور على الرياسة، وخذ مقياس العوالم وانظر بعين القياسة، وشوف ضرب السيف المن ولا متلوق الفراسة، هاشم عصر كل غانمة والفرح من أصله منه، عباس باسمه وصارمة بنو من هاشم أساسة. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين، صلوا عليهم أجمعين. صل على محمد وآل محمد. ثم السلام عليكم أيها الجمع الحسيني الكربلائي جميعا ورحمة الله وبركاته. نتواصل وإياكم في هذا الأسبوع وفي مجلسنا الأسبوعي هذا والذي تقيمه هيئة الشباب الحسيني لاستذكار خدمة الحسين من الشعراء والوالي والخطباء والخدمة بصورة عامة، وكما وعدناكم بأن مجلس هذا الأسبوع سيكون مخصص لخادم الحسين المرحوم فالح البكار الكربلاء. وكما تعلمون ما لهذه الشخصية من أثر كبير في نفوس خدمة الحسين الكربلائيين، حيث أنه كان كفيل عزاء أرض باب النجف، وأيضا كان كفيل عزاء كربلاء المقدسة لسنوات، وقدم الكثير من الخدمة الحسينية الصادقة لسيد الشهداء وآل بيته الطيبين الطاهرين. فإلى روحه الطيبة الطاهرة وإلى خدمة الحسين كافة من الأموات، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آيات البينات يتلوها على مسامعنا ومسامعكم المقرأ عادل الكربلائي، نستقبله متوجا ومحفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفضل أعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وتتلقاهم الملائكة
سيرة حياة صالح البرجاوي كربلائي رحمة الله عليه يقدمها لكم في كلمة خادم الحسين الباحث الأستاذ سعيد رشيد زميزن، فلنستقبله متوجا ومحفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أقف أمام هذه الوجوه الكربلائية المؤمنة الطيبة لأتحدث عن سيرة أحد أبناء هذه المدينة وأحد خدمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة أنا اليوم سعيد مرتين، المرة الأولى أن أرى هذه الوجوه الطافحة بالإيمان، والمرة الثانية هو كما تعرفون أن اسمي سعيد. الحاج فالح البقال حقيقة شخصية حسينية غنية عن التعريف، وحقيقة أنا مشكور جدا لحقيقة هذه المبادرة الجميلة اللطيفة من أصحاب هذه الحسينية بشكل خاص ومن أبناء كربلاء أو الشباب الكربلائي الذين حقيقة تربطهم الرابطة الصميمية وهو ولاؤهم وحبهم لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. كما تعرفون خادمكم المتكلم مؤرخ ومتخصص بتاريخ الإمام الحسين، لدي 55 كتابا، 15 كتاب عن الإمام الحسين وعشرة كتب عن مدينة كربلاء. تحدثنا في معظمها عن رموز كربلاء من كبار رجال الدين ومن الشعراء والأدباء وخدمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والمدارس الدينية في كربلاء والصحافة في كربلاء والمطابع في كربلاء وأزقة وشوارع كربلاء والرموز التي حقيقة برزت من أبناء هذه المدينة والذين قدموا خدمات جليلة إلى هذه المدينة المقدسة، وبالذات خدمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنهم المرحوم الحاج فالح البقال. حقيقة المرحوم من مواليد مدينة كربلاء محلة باب النجف، وترعرع في هذه المحلة وكان يعمل بقالا في سوق الميدان، وهو حقيقة رجل بصير بأخلاقه وبعلاقاته، وكان محبوبا لدى كسبة مدينة كربلاء. ومنذ نعومة أطفاله اتجه لخدمة الإمام الحسين وظل سائرا على هذا الدرب إلى أن توفى سنة 1973. وأتذكر أنه في تلك الفترة كنت في المتوسطة، حيث شاركت بالتشييع مع أخي المرحوم فريد، وكان حقيقة تشييعا مهيبا ضخما، شاركت فيه جماهير كبيرة من أبناء مدينة كربلاء وحتى مسؤولي الدولة في تلك الفترة أيضا شاركوا في تشييع جثمانه. حقيقة للمرحوم دور كبير في خدمة الشعائر الحسينية، أتذكر منها أنه كان كفيلا لموكب كربلاء الذي كان يذهب إلى مدينة الكاظمية، حيث في تلك الفترة كنا صغار، حيث كان يتجمع أهالي كربلاء في منطقة العطيفية وهي منطقة جامع برثة، ومنه يتوجهون إلى الكاظمية سيرا على الأقدام وهم يتلون الهوسات والشعائر الحسينية، وكان المرحوم يتقدمهم مع نخبة فاضلة من أبناء كربلاء، أتذكر منهم المرحوم عبد الحسين كمونة والمرحوم محسن الشلبي ومجموعة من السادة النصر الله
وآل طعمة وآل الشامي، وإضافة إلى البيوتات الكربلائية كآل العواد وآل الشوك وآل النقيب. حقيقة لا يحضرني أسمائهم حتى لا يزعل علي أبناء المدينة، حيث كان يشارك عدد كبير من أبناء المدينة في هذه المواكب الحسينية. أذكر لكم حقيقة منقبة وعيتها وأتذكرها. في سنة 66 دخل العراق مجموعة من الإيرانيين عن طريق القشق كما يقال، يعني ليس جوازات رسمية عندهم، وأنا ما أتذكر بحدود 300 أو 400، وتم إلقاء القبض عليهم في بداية دخولهم إلى كربلاء في منطقة الجرية، كان طريق بغداد من البساتين القديم يسموه، وتم اعتقالهم وزجهم في السجن. وأتذكر كان حاكم المدينة رجل اسمه السيد أحمد الجهلاوي، وهو سيد فاضل من مدينة النجف الأشرف، وكما تعرفون مدينة النجف كانت قضاء تابع إلى كربلاء، وكان هذا الشخص تربطه علاقة بوالدي، فاتصل هاتفيا بالوالد وأخبره بأنه يذهب على الحاج فالح ويقول له يشرح له القضية. وما أن علم المرحوم الحاج فالح بهذه القضية حتى قام بحملة جمع تبرعات من أبناء المدينة، تبرعات كما تعرفون سابقا درهم ربع دينار نص دينار هالأمور، واجتمع بالسيد أحمد الجيلاوي وقرروا أن يغرمون هؤلاء كل واحد بحدود 250 فلس يعني ربع دينار، وكما تعرفون عددهم كبير. شرط حج فالح رحمة الله عليه أنه بعد ما يغرمون يخرجون من السجن تعطيهم الدولة 3 أيام. في خلال هذه 3 أيام أحضر المرحوم الحاج فالح سيارات من كما تعرفون سابقا من الخشب كان يسموها دق النجف، وأخرجهم من السجن ودخلوهم في الحسينيات، كانت الحسينية الإسبانية اللي هسه دا يبنوها، وأكو حسينية إسبانية أخرى كبار الشيرازية، هاي ظني عملاقات طبعا كلش كبار، فسكنوهم بهاي وسووا حملة على أهل كربلة أن يطبخون، لأن ذولا طبعا كانوا جدا أمورهم المادية تعبانة، فطبخوا الأكل، وكما تعرفون الغذاء هو التمن والقيمة. وبالمناسبة راح أعطيكم فد معلومة باعتبار أنا كمؤرخ، لماذا تطبخ التمن والقيمة في المواكب الحسينية؟ أرجع عليها. ووضعوهم في هذه الحسينيات، وثاني يوم جابوا لهم السيارات ودوهم طبعا كله بإشراف حجي فالح الله يرحمه، ودوهم إلى النجف وإلى الكوفة، ورجعوهم إلى كربلاء أيضا باتوا. في اليوم الثاني ودوهم لأولاد مسلم والكاظمية، وفي اليوم الثالث أركبوهم السيارات ودوهم إلى المنذرية يعني على جهة خانقين. وحقيقة هذا موقف يعني مو سهل. ومن المواقف الأخرى للمرحوم الحاج فالح البقال أنه كان ليلة وفايات الأئمة يحمل مجموعة من الوصل ويذهب على المقاهي، هاي أواخر يعني أواسط الستينات بداية دخول التلفزيون إلى العراق، أو يعني انتشاره كما تعرفون سابقا كان أكو في التحفظات على التلفزيون، يعني أكثر العوائل كان ما تأخذ تلفزيون، فالشباب هون يروحون للقهوة. القهوة أتذكر من ضمنهم كان أكو مقهى عباس منسي الله يرحمه، مقهى كبيرة تعطي 10 فلوس يعطيك وياها القماية والطب تباوع التلفزيون، وخاصة كان برامج وخاصة الرياضة كنا نحبها، والعلم للجميع برنامج كان يعد الدبار أيضا كانت من البرامج المشيقة والجميلة. طبعا المقهى كان يمدون برداد في سبيل الله اللي يفوت من الشارع ما يباوع، وفي الأثناء ليلة الوفاة يجي المرحوم حج فالح على وصل بير، يقوم بدون ما يقول له لأبو القهوة يطفي التلفزيون ويخلي الوصلة على التلفزيون، وحقيقة هو رجل محترم معتبر، فالكل تهابه وأبو القهوة يعني كل شيء ما يحكي، وإحنا نقوم ندردم يعني باعتبار ما نقبل، لأن برنامج مثلا نريد نشوفه كان ذكر الرياضة كل 3 والدباك كل 1. من المناقب الأخرى لهذا الشخص الكريم وهي أنه
عندما كانت خانات منتشرة في كربلاء، وبهذه الخانات غرف كان يسكنون بها بعض الناس الفقراء. فما أن يسمع مثلا أحد هؤلاء قد توفى، فرأسا يذهب إلى يجلب التابوت ويجلب مجموعة من المشيعين ويأخذون هذا الميت، ما عنده أحد، يودون للمغتسل يغسلوه ويكملون ويجيبه يزور الحسين والعباس، وبعدين يأخذ إلى الوادي ويدفنه، وهذا طبعا على نفقة الشخصية ونفقة أبناء مدينة كربلاء. من الأمور الأخرى حقيقة عندما أتذكر كان يتوفى عالم كبير معروف في المدينة، يذهب أيضا لإحضار أعلام ومجموعة من الأصحاب ويقومون بتشييع هذا العالم ويضعون عمامته فوق التابوت الضخم، ومن ثم يزوروا العباس والحسين ويدفنوا في الوادي. وإذا كان مثلا موصي أن يدفن في مدينة النجف أيضا يرسل مجموعة معهم. كذلك كان يأخذ وجبات ضخمة من الزوار، وخاصة الإيرانيين الأفغان ذولا كانوا فقرة، يأجر لهم سيارات ويديهم إلى أولاد مسلم بالمسيب كما تعرفون، أيضا يزورهم ويجيبهم إلى الحسينيات. وبالمناسبة أكو قضية عندي علم عنها، أنه في بداية الاحتلال البريطاني كان عدد كبير من الجيش البريطاني مجموعة من اليهود، فجاء أحد الضباط وكان أجلكم الله مستهترا يسب ويسيء للمسلمين وبالذات إلى حرم العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، وأراد أن يقدم، وحتى بعض الروايات تقول أنه كان سكرانا يعني أراد أن يقدم على الدخول، فتصدى له الحاج فالح وقام بضربه، يعني شلون نقول ضرب مبرح، ووقع هذا على الأرض ونقلوه للمستشفى وتوفى وذهب إلى جهنم وبئس المصير. حقيقة تذكر المصادر التاريخية، هاي معلومة مو أقول لكم بس أنا أعرفها، لا، وإنما أنا كمؤرخ، والمؤرخ يسمى باحث، ومعنى الباحث يعني يبحث. حقيقة بقى في بالي وأنا طفل أرد أعرف ليش يسوون تمة نقيمة للحسين، ليش ما يسوون مثلا بذنجان سبزي مثلا صح السد يسوون، بس تبقى الصفة الغالبة هي تمة نقيمة. تذكر المصادر التاريخية بأن قسم من أبناء الكوفة من أتباع آل البيت في السنة التي جاءت بعد استشهاد الإمام الحسين ذهبوا إلى موسم الحج، وعندما ذهبوا إلى موسم الحج التقوا بالإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام وقدموا له التعازي. كما تعرفون أنه خلال حرب كربلاء كان أشبه بمنع التجول، فبعض الأتباع من شيعة الإمام اختفوا، وبعضهم كانوا في السجون وبعضهم هربوا. المهم فقدموا التعازي إلى الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام وسألوه سؤال، مغزى السؤال شنو؟ قالوا له: يا ابن رسول الله، لاحظنا أمرا غريبا، وهو وفرة الحمص اللي احنا نسميه القيمة في أسواق الكوفة بعد أن عادت القوات الأموية إلى الكوفة. فسألنا، قالوا: هذه من غنائم الجيش الأموي من معسكر الحسين. فأطرق الإمام زين العابدين رأسه إلى الأرض وبكى وقال: إن والدي إن والي الحسين كان يحب هذه الأكلة، وعليه استمرت هذه الأكلة منذ العهود الماضية، وأصبحت أحد تراثنا، وهنيئا لكم خدمة الحسين، وأرجو المعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر موصول لخادم الحسين الأستاذ الباحث سعيد رشيد زميزم على ما تفضل به من كلمة طيبة بحق المرحوم فالح البقال الكربلائي. قصيدة تأبينية بحق المرحوم فالح البقال الكربلائي، يتفضل بإلقائها خادم الحسين الشاعر زهير عصفور. نستقبله متوجا ومحفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه الليلة، وأنا لي الشرف أن أقف أمام هذه الوجوه النيرة. سأقرأ لوحتان، اللوحة الأولى ثلاث أبيات من الميمر المجنس، وأقول يا لفرقتك طير الشعر حاملها، خدمة حسين بكل فخر حاملها، يا لفرقتك طير الشعر حاملها، خدمة حسين بكل فخر حاملها، لأهل المواكب فالح الحاملها، وموتك تكسر بيه ظهر الميمر، كل الأمن وأهل البعث جابلها، كل الأمن وأهل البعث جابلها، وبشفة زود من القمر جابلها، خادم وروحه على الصحن جبلها، والقبلة صارت صوب راع المنحر، هيك اللي خدم حسين يصبح قبلة، بعقالة فطرس تلقى واضع قبلة، هيك اللي خدم حسين يصبح قبلة، بعقالة فطرس تلقى واضع قبلة، ثبت أساس الخدمة من القبلة، صيتك أسد طول الدهر ظل يزأر. اللوحة الثانية لأن كربلاء مدرسة، ولأن بها أساتذة، فعلى التلامذة أصحابي وأمثالي أن يتعلموا من الأساتذة. في تلك الأمسية استوقفني بيت لخادم الحسين الشاعر الأديب عودة ضاحي التميمي، حيث يقول: قف أيها الشعر إني ها هنا أقف. فشكرا لخادم الحسين الحاج عودة ضاحي لأنني ولدت قصيدتي من هذا البيت، فهو يقول: قف أيها الشعر إني ها هنا أقف، وأنا أقول: أوقف يا شعر محتاج منك بيت يوصف شخص فالح، فالح البقال، فالح كان بيمن شحكه النهواي، شايل ثقل صيته ما تشيل جبال، يا خيمة عزو بساحة الميدان، يا راحة مواكب وليفرها عقال، حبيت العقل من ثورة العشرين، يا خيمة عزو بساحة الميدان، يا راحة مواكب وليفرها عقال، حبيت العقل من ثورة العشرين، وعقال المواكب فالح ومهوال، يا مراية الخدمة ما عليها غبار، يا حزام الصغير بيك صال وجال، يا ساتر الغيرة علمت جيلين، أكو غيرك صحيح حكايه التنقال، يا دلة ومضيف وبيرغ وعنوان، يا دلة ومضيف وبيرغ وعنوان، يمسر في نردان الخدمة يا خيال، شميت بمحرم ريحة الدخان، وشاهدت بخدمتك محمل وجمال، ووزعت التراجع للبنات بثار، ترجي ترقي الباق هالشيال، لابس وزعت التراجع للبنات بثار، ترجي ترقي الباق هالشيال، لابس جلد بختك جوا ثوب حسين، لابس جلد بختك جوا ثوب حسين، ما عندك قصور او لا تخزن اموال، بس عندك وجاهه بكثر شيب حسين، بس شايل وجاهه بكثر شيب حسين، والمخدوم واحد والتخدم اشكال، بكتافك حملت الصيت بس يا صيت، صيت الكربلاء وصيتك من الآل، وسيد محسن المرجع لمن شيعوه، صرت ربان صرت ربان انت والنعم من قال، وسيرت السفينة وسيرت السفينة، ابن كمونة شاهد والحمير وياه، وسيرت الجنازة والحمل ما مال، يلتارك البصمة بدفتر التاريخ، جيل الجيل يذكر فالح البقال، وللموت أصيح بصوت والدمعة بالعين، خادم وبوس عالق Thank you.
التحدي والإنشاد ومع خادم الحسين غادود الحسيني ثامر العارضي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا وادي كربلاء حسين راده، هذا وادي كربلاء حسين راده، يدري بعد مصيبته رجال توفل خدمته، يدري بعد مصيبته رجال توفل خدمته. هذا وادي كربلاء حسين راده، هذا وادي كربلاء حسين راده، هذا وادي كربلاء حسين راده، يدري بعد مصيبته رجال توفيل خدمته، يدري بعد مصيبته رجال توفيل خدمته. هذا وادي كربلاء حسين، يلا ما يحتاج انخاك، هذا وادي كربلاء، هذا وادي كربلاء حسين، هني على اللي يخدمكم انتم والله، هذا وادي كربلاء حسين، يدري بعد مصيبته، يدري بعد مصيبته رجال توفيل خد، عيدة عيدة حلو هذا، ها يدري بعد مصيبته هذا وادي كربلاء حسين، حسين من نختار للطاف عن علومه وعن دراية، حسين من نختار للطاف عن علومه وعن دراية، ويدري بعد أبطال تحميل ثورته لجل الهداية، أو خصص رجال بسجله، خصص رجال بسجله بكل زمن تحمل الراية، وأقرب هداية للملا صارت شعائر كربلاء، تحملها ناس معدلة واللطوم إلها كناية، والعزل نزل يحتاج كافيل، والعزل نزل يحتاج كافيل، وفالح بهاي الخدم كان براس وعلم، فالح بهاي الخدم كان براس، هذا وادي كربلاء، هذا وادي كربلاء حسين، يلا هدية لبعض لا جواب، هذا وادي كربلاء حسين يا أبا عبد الله، هذا وادي كربلاء، يدري بعد مصيبته، يدري بعد مصيبته رجال توفي، رجال توفي لخد، هذا وادي أول فالح البقال عنده من القمار فن القيادة، عزمنا كله من الحسين والعباس ترى، على اطراف العزم سيطير ماسك بهمة وأرادة، وكربلاء محبس بإيده لا حكومة ولا قيادة، كربلاء كان شمس الصبيح خيال وبشفة رميح، للغلط لو يلمح لميح غير بحكمة وأرادة، ما يهمش قالت الناس عنه،
كل كربلاء لازم يصير هيك. ما يهمش قالت الناس عنه، كل شخص ما يجامله، هم سمعة كربلاء. عيد عيد. كل شخص ما يجامله، هم سمعة هذا وادي كربلاء، هذا وادي كربلاء. يدري بعد مصيبته، يدري بعد مصيبته يا رجال توفي الخد، هذا وادي كربلاء. أو من يهيل شهر المصيبة، من يهيل شهر المصيبة يشتعي القلب الصافي، شد حزامه وحسر راسه ويمشي طول الشهر حافي، يركض بليل ونهاره ما تشوف بليل غافي، كاف الطرف باب النجف أو زاد بعد رتبه وشرف، أسبوع البقاقيل انعراف، كل أسبوع انزل عزل البقالين، أسبوع البقاقيل انعراف، أو يقرأ مهدي بصوت دافي، مهدي الأمور أدودة، يقرأ مهدي بصوت دافي، وموكب الطف بالوفيات باسمه، موكب الطف بالوفيات باسمه، صدق يظل جارية، صدق يظل جارية للسرايا وسارية، هذا وادي كربلاء. اي اي هذا شغل كربلاء، شغل ابو علي، هذا وادي كربلاء. عيد لي اياه، هذا وادي يدري، يدري بعد مصيب رجال توفيل، هذا وادي كربلاء، هذا وادي كربلاء، لا تبرد، هذا وادي يدري بعد مصيبته، يدري بعد مصيبته رجال توفيل، هذا وادي كربلاء. هاي مدرسة الحسين الخرجت أبطال كثرة، هاي مدرسة الحسين الخرجت أبطال كثرة، تشوفه مو بسلاح ينهار، سيف عبره وصوت عبره، غيرة ياخذ من عضيده وللإمام يسلم أمره، شبان بابنه تهتدي، بعياله هلنا تقتدي، بنهجة نصد المعتدي، حسين في كل وقت ثورة، حسين في كل وقت ثورة، كل وقت أنصار لحسين تظهر، كل وقت أنصار لحسين تظهر، شلون من الراحة ويستلم وللإجا ويمطي عزيم، من الراحة وللإجا وينطي العزيم، هذا وادي كربلاء. عيد هدية للعباس، هذا وادي كربلاء، هذا وادي. بارك الله فيك. هذا وادي كربلاء،
يدري بعد مصيبته. هذا وادي كربلاء. قوم على حيلك بارك الله بك مجري شاء. ما يخلي في وعده وصدق ايش ما قال مثل كاظم وحمزة فالح البقى. هذا النص عمو بارك الله بك المشفى. ما يخلي في وعده وصدق ايش ما قال مثل كاظم وحمزة فالح البقى. ظل يبكي وكيل تمثال الى منصور وين لا يافنا هذا الشخص ما بدرب حسين ساري وقدم ايش ما طلب صاري لنا مثل ويتقديس الاجيال صاري لنا مثل ويتقديس إلى الحاج عبد الرسول الخفاجي الكربلائي. يستاهي ليل خدمة بكيل وكيت فالح يستاهي مثيل فالح إلهم حق علينا ها مثيل فالح شديد ما تجيب جياب مثيل فالح شديد ما تجيب جياب أسد يحرس عارينا وينطر الغاب علينا يا شباب الحفظ بالغياب وهذه من مزايا وشيمة هذه من مزايا أو شيمة الأرض مثل فالح مثل فالح كذب ما تجيب جياب أسد يحرس وهذه
مزايا وشيمات الأرض تلك الناس من آلي وبين تعيد وبين عزيات فالح تلك واعيد بالجنة صادق الحكي لعيدها وبالي الأمر ويجواد الموؤذين بريع بالتمجي ويجواد المؤذين بريع بالتمجي صيح باكر أو لا شاف الهلال صيح باكر أو أول يوم باكر من شهر شو أول يوم باكر من شهر شو ومهدي الأماويل يكتب حسينيات الله يرحمهم جميعا خدام العسير ومهدي الأماويل قصايد شعير شعبي مخيالي ما باعي العقيدة واشتير النزوة وشيل ما تلك يتبه زاحبي شيل ماتل كيت بها زاح بيها جبر ومهدي الأماويل يكتب حسيني قصايد شعير شعبي ما باعي العقيدة واشتير النزوات وشيل ما تلك يتبه زاح بيها جبر ويجواد الشمر بين عطر
اسمعني بارك الله فيك. يا قمر عدنان يا رمز الوفاء، وقفتك كانت عظيمة كربلاء. إلهي بشرف أبي الفضل العباس، يا الله أقضي حاجة كل محتاجة، شافي كل مريض يا الله، وبالخصوص من أوصانا بالدعاء. يا قمر عدنان يا رمز الوفاء، وقفتك كانت عظيمة بكربلاء. يا قمر عدنان يا رمز الوفاء، وقفتك كانت عظيمة بكربلاء. يا كفيل العائلة ناصر حسين وهلا، يا كفيل العائلة ناصر حسين وهلا، وقفتك كانت عظيمة بكربلاء. وقفتك وقفتك كانت عظيمة بكربلاء. صيح يا قمر عدنان، يا قمر عدنان يا رمز الوفاء، وقفتك كانت عظيمة بكربلاء. يا قمر عدنان، يا قمر وقفتك كانت عظيمة كربلاء. ما سمعك وقفتك، وقفتك ايه؟ هلا هلا كربلاء. عيد أبو فاضل، يا قمر عدنان يا رمز الوفاء، وقفتك كانت عظيمة كربلاء. عندك حاجة لولا يا قمر وقفتك وقفتك كانت عظيمة الكربلاء. ايه يا ابو فاضل انا زينب والمدامع هاملة، من لهيب خيام جيتك خويا طحت بمعطيه، خويا طحت بمعطيه. هذا النص عم مبارك الله يكرمك. يا ابو فاضل انا زينب والمدامع هامله، من لهيب خيام جيتك خويا طحت بمعطيله، خويا طحت بمعطيله. لا حمل يحمي حرمكم، لا يا بن عقد الويله، الخيل جتنا وفرهدتنا يا كفيل العائلة، يا كفيل العائلة. خويا نار وخيل وعداكم تجوم، قوم حامينا يا بن فحل الفحول، ضعني يا هو تكفل ناصر حسين وهلا، ضعني يا هو تكفل ناصر حسين وهلا. وقفتك وقفتك كانت عظيمة كربلاء. صيح يا قمر عدنان، يا قمر عدنان يا رمز الوفاء، وقفتك وقفتك كانت عظيمة كربلاء.
كفيل العالم. هلا هلا ناصر الحسناوي الكربلائي عمو. يا قمر تغتاظ ادري لو يمر بختك هويت جرحي بقلبي ظهدني وللجرح انت الدواء للجرح انت الدواء خويا تذكر من طلعنا من المدينه احنا سويت من توزم بالضعينة وناشر بجف اللواء ناشر بجف اللواء سهم صاب العين والراس بعمود والجفوف مقطعة من الزنود محملي من عدنا ناصر حسين ها اي محملي من عدنا ناصر حسين يلا صيح وقفتك كانت عظيمة كربلاء صيح يا قمر عدنان يا قمر عدنان يا رمز الوفاء للجرح انت الدواء خويا تذكر من طلعنا من المدينة احنا سوي من توزم بالضعينة ناشر بجف اللواء ناشر بجف اللواء سهم صاب العين والراس بعمود والجفوف مقطعة من الزنود محملي من عدنا ناصر حسين وهلا سمعني محملي من عدنا ناصر حسين وهلا وقفتك وقفتك كانت عظيمة بكربلاء اي كم طفل ينطر قدومه لجنها ميل مدمعه والعطش يسعر غليله وسط قلبه ولواعه والحرم فد صوت صاحه والنياحه نسمعه من سقط منك عالمنا ومن طعت على المشرع من سقط منك عالمنا راية محمد على النهار ظهر أخوك حسين بالطف انكسار يا فخر أهل العلا ناصر حسين آه يا فخر أهل العلا ناصر حسين وهلا وقفتك كانت عظيمة صيح يا قمر عدنان يا قمر عدنان يا رمز الوفاء ورفتك جانت عظيمة كربلاء ايه يا كفيل العائلة ناصر حسين وهلا يا كفيل نشمي نشمي هلا كانت عظيمة كربلاء
حميد كل أهل بيتي خذتها وركبت نعل الهزيل ركبت نعل الهزيل ضيعتني الغاضري يمجمع بيش الوصيل والفلك طارني يا خويا ورحت من نيدي شتي رحت من نيدي رحت وعفتوني وحيدة بغربتي والمدامع من عقبكم سلوتي يا بن بائل بسملة وقفتك كانت عظيمة صيح يا قمر عدنا وشوف ضرب السيف علمان ولا نتلوق الفراسة عاشم عصر كل غاننا والفرع من أصلاننا عباس باسمه صارنا بنومنا